السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هناخد مقارنة بسيطة كده بين تو تكنيكس بتستعملهم كتير في الفيزيكال ثيرابي، حاجة اسمها الأيونتوفوريسيس والفونوفوريسيس. التو تكنيكس اللي هتكلم عنهم النهاردة يعتبروا من الميثودز اوف دراج ديليفري ثرو ذا سكين. واحدة فيهم بتستعمل الإلكتريك كارنت اللي هي الأيونتوفوريسيس، والتانية بتستعمل الألترا ساوند ويفز. طب إيه الميكانيزم في أكشن بتاع كل واحدة من الاتنين؟ اول حاجه الايونتوفوريسيس بتستعتمد بشكل اساسي على الالكتريك كارنت. ليه؟ عشان تزود البرميابيليتي اوف تشارج دراجز ثرو ذا سكين، وبالتالي يدخل في الاندرلاينج تيشوز اللي تحت السكين. يبقى التارجت بتاعنا في الحاله دي هيبقى ان انت عايز تزود البرميابيليتي بتاع التشارج دراجز. طب ليه تشارج دراجز؟ لان الالكتريك كارنت زي ما احنا عارفين بيبقى له بوزيتيف الكترود ونيجاتيف الكترود. احنا بنعتمد على فكرة ان الاقطاب المتشابهة او الشحنات المتشابهة تتنافر والشحنات المختلفة تتجاذب. الفكرة فيها ان انا عندي دراج لازم يكون تشارجد، سواء عليه بوزيتيف تشارج او نيجاتيف تشارج، وبحطه تحت الالكترود اللي له نفس التشارج بتاعته. فمثلا لو انا عندي ايون عليه بوزيتيف تشارج، دواء عليه بوزيتيف تشارج، فبحطه تحت الالكترود الموجب فيتنافروا مع بعض، فبالتالي الدواء يخترق الى صورة ابعد في السكن. امثله للتشارج دراجز اللي ممكن نستعمل فيها الايونتوفوريسيس حاجه زي الليدوكاين، الديكساميثازون، الليدوكاين كمسكن موضعي، الديكساميثازون ككورتيكوسترويدز، والاسيتيك اسيد. في حين ان الفونفوريسيس بتعتمد الفكره الاساسيه بتاعتها على ان احنا بنستعمل الالترا ساوند ويفز. بستعمل الهاي فريكوانسي ساوند ويفز دي عشان تكريت بريشر اون ذا دراج، وبالتالي تضغط على الدواء فيدخل في الديبر تيشوز تحت السكن. هنا من مميزات الفونوفوريسيس على الايونتوفوريسيس ان هي هتنفع للبوست تشارجد اند الان تشارجد دراجز. الامثله بتاعتنا اللي ممكن تستعمل فيها حاله زي كده حاجه زي الهيدروكورتيزون، الايبوبروفين او الكيتوبروفين. الايونتوفوريسيس لو جينا نشوف الاريا اوف ابلكيشن بتاعها هتلاقي ان انت بتبقى عندك ليميتيشن شويه في الاريا، ان انت ما تقدرش تطبقها على اريا واسعه، فبتستعمل في سمول اريا زي مثلا زي لو انت هتعمل علاج طبيعي على الهاند او الفوت. في حين ان الفونوفوريسيس ممكن تستعملها على لارجر ارياز زي الشولدر، الني او الباك. الابلكيشن تايم بتستعمل التكنيك دي لمده قد ايه؟ في الايونتوفوريسيس ممكن السيشن تاخد عندنا من 10 ل 20 دقيقه، بتعتمد على الدراج، طبيعه الدراج اللي انت هتستعمله، وعلى الاريا اوف ابلكيشن. في حين ان الفونوفوريسيس بتحتاج وقت اقل من 5 ل 10 دقائق، وكذلك بتعتمد على طبيعه الدواء وعلى الاريا اوف ابلكيشن. البنتريشن ديبس الايونتوفوريسز بتستعمل دايما في الحاجات السوبرفيشيال، لان هي عمق الاختراق بتاعها او ان هي بتزود البرميابيلتي بتاع الدواء لحد 1 ل 2 ملم بس انتو ذا سكين وتحت الاندرلاين تيشوز. فنقدر نقول ان هي بتستعمل في الحاجات السوبرفيشيال او الحاجات الشالو او الحاجات الخفيفه، ان هي مش هتدخل الدواء ديب ان ذا تيشو، ده مجرد 1 ل 2 ملم. في حين ان الفونوفوريسز بتخترق لحد او توصل لحد 4 ل 5 سنتي في الديبر تيشوز، يعني اقدر اقول لحد ما توصل للمصل او التندونز او الليجامنت او الجوينت. يبقى انا الايونتوفوريسيس البنتريشن ديبس بتاعها من 1 ل 2 ملم، الفونوفوريسيس البنتريشن ديبس بتاعها يكاد يكون اكتر من 10 اضعافها، بتوصل ل 4 5 سم للديبر تيشوز في المصل والتندون والليجامنت. وبالتالي انا ممكن استخلص الانديكيشنز او الحاجات اللي ممكن تستعمل فيها الايونتوفوريسيس، هتستعمل في البين والانفلاميشن بس الحاجات السوبرفيشال، والسكين ديس اوردر بالطبع زي حاجه زي السورايسيس الصدفيه او الاكزيما. في حين ان الفونوفوريسيس زي ما قلنا نتيجه ان هي بتخترق لمسافه اعمق، فبالتالي ممكن توصل للجوينت، يعني ممكن اعالج بيها الارثرايتس، التندونايتس، المسل سترينز، والاذر ماسكولوسكيليتال كونديشن. مميزات كل طريقه من الطرقين دول، الايونتوفوريسيس والفونوفوريسيس بيتفقوا ان هم نون انفيزيف، انت مش محتاج تعور البيشن زي الحقن او اي طريقه ثانيه، بينلس ما بيحسش بالم، افكتيف للدريفنج للدراج. بس خد بالك ان الايونتوفوريسيس احنا اتفقنا ان هي افكتيف للتشارج دراج، يبقى لازم الدراج يكون تشارجد والا مش هيدي النتيجه او مش هيتحرك معاك الدواء للديبر تيشو. وطبعا هي بتعتبر من اللوكال ديليفري ميثودز فاللوكالايزد اريا. الفونوفريزز بنفس الفكره ان هي الادفانتج بتاعها نون انفيزيف، بينلس، افكتيف،
وهي بس هنا بتنفع افكتيف للبوست دراج سواء تشارجد او نون تشارج دراجز، وبتستعمل للارجر اريا في حين ان اللي كان الايونتوفريز بتستعمل لسمور ارياز. هنا كذلك في الفونوفريسز تقدر تدخل للديبر تيشوز مقارنه بالايونتوفريسز اللي بتبقى مينلي سوبرفيشلز. فبالتالي الليميتيشن بتاع الايونتوفريسز هتلاقيها ان هي ليميتد تو سمول اريا. يعني ايه؟ يعني انت مش هتقدر تستعملها على منطقه كبيره، فاخرك مثلا هتستعملها في الهاند او الفوت. لو انت غلطت وما ظبطتش الالكتريك كارنت كويس او زودت الابلكيشن تايم، فممكن يحصل سكين اريتيشن ويحصل بير في اثناء البروسيدور. في حين ان الفونوفوريسز الليميتيشن بتاعها لو انت ما ظبطتش الويف لينث والترددات بتاعه الالترا ساوند ويف اللي انت شغالها، كذلك ممكن تعمل سكين اريتيشن وبير. من العيوب الثانيه بتاعه الفونوفوريسز ان هي نوت سيوتبل لكل، مش لكل انواع دراجز، بالرغم ان هي بتنفع للتشارج والنون تشارج دراجز، بس في بعض الادويه ما ينفعش معاها الفونوفوريسز تكنيك. زي ايه؟ الحاجات اللي بتكون كبيره في الحجم، كبيره في الحجم زي البروتينز والبيبتايدز، وبالتالي مش هتقدر تخترق السكين من الاساس. تاني حاجه ان الحاجات دي اصلا ممكن تتكسر بالالترا ساوند ويفز. الهايلي ليبل سولوبل دراجز، معنى ان هي هايلي ليبل سولوبل يعني ممكن تدوب في الباي لاير او الفوسفوليبيد باي لاير بتاع السكن وتفضل دايبه فيه وما تعديش للديبرتيشوز اللي انا عايز اوصل لها. بالاضافه طبعا الهايلي اكتف دراجز مش هتنفع معاها الفونوفوريسز، لان الالترا ساوند ويفز ممكن تؤدي الى تكسير الادويه دي. لو جيت نشوف الرسمه توضيحيه كده للايونتوفوريسز، انا قلت ان انا لازم يكون عندي ايونايز دراج سواء بوزيتيف او نيجاتيف تشارج دراج، وعندي تو الكترودز. انا بحط الدواء لو انا عندي دواء مثلا وليكن بوزيتيف او عليه بوزيتيف كتايب، هحطه تحت الالكترود البوزيتيف، وبالتالي لما اشغل الجهاز او الكهرباء هنا هيبقى فيه موجب وهنا ده الايونز لونها الايونز موجب، فيحصل تنافر ما بينهم، فبالتالي الدواء هيدخل للديبر تيشوز ويروح للنيجاتيف تشارج. في حين الالترا ساوند ويفز هي ما بتعتمدش خالص على الكهرباء، هي مجرد ان انت بتستعمل الترا ساوند ويفز هاي فريكوانسي ويف، والهاي فريكوانسي دي بتدخل الدواء للديبر تيشوز. دايما واحنا بنستعمل الالترا ساوند ويفز بنحط جل كده على اساس يساعد على بيسموه الفونوفوريتك جيل، عشان يساعد على الابلكيشن بتاع الفونوفوريسز. واحنا دلوقتي عندنا دراج عايزين نعمل له ابلكيشن، فهتلاقي دايما عندك في تو فورمز في الفونوفوريسز، يا اما الجل نفسه يبقى بيسموه كومبو جل. كومبو جل ده بيبقى فيه الجل الخاص بالفونوفوريسز وبداخله دراج، وبالتالي انت هتعمل ابلكيشن للجل دايركت على طول على الـ على الـ على الـ على السكن، وبعدين هتبدا تشغل الجهاز وبحركه دائريه عشان تزود امتصاص الدواء. في حين ان في بعض الادويه ما بتقدرش تعمل لها انكوربريشن جوه الجل، فبتلاقي ان الدراج لوحده والجل لوحده. في الحاله دي انت هتعمل ابلكيشن للدواء الاول على المكان اللي انت عايز تعمل له السيشن بتاعتك، وبعد كده هتقوم حاطط الجل فوقه وبعدين تشغل الجهاز، يبقى ابلاي دراج جل اون ذا سايت، وبعدين بحط الالترا ساوند جل فوق الدراج، وبعدين اشغل الجهاز عشان اعمل التريتمنت. كده نكون خلصنا الحاجه اللي كنت جاي اتكلم عليها النهارده، وبكده نكون خلصنا كل المنهج بتاعنا. أتمنى لكم التوفيق في الفترة الجاية، وشدوا حيلكم ودايما افتكروا وإن ليس للإنسان إلا ما سعى. شكرا لكم.